شاركت القوات المسلحة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. شهدنا البطل، مصر دايما فكراك، هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم، بنفهمهم، قلوبنا معاهم، دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر، وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه، وذوق المجدعة والرجولة، سبحان الله زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي، وفي نفس الوقت أنت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 والله، وأنا صايمة، أنا بحبه حب هي من عند ربنا. والله أنا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفاديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي أنت شايلها. ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. بنشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا، ونورتونا وتشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك إن حضرتك ما نسيتنيش ليا. أنا بقول له أنت رحت في مكان أحسن، وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه، وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على اللي أنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعمه المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جداً جداً إن دايماً فاكرنا ومش نسينا ولا نسي أبنائنا. شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيك ويعينك على اللي انت فيه، وما الشعب المصري كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجة، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم، هم دول ظهرنا بمعنى الأصح، هم دول اللي جالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر، يعني هو المحرك الأساسي لكل الوطن، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله إن شاء الله يعني زخرة للوطن. وأنا عندي استعداد يعني أقدم نفسي أولا قبل إخوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجة يعني غالية علينا جدا. السلام عليكم. كان كويس، إنسان محترم، كان يعني الحمد لله أدب الدنيا، عمره ما زعلنا، هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 أيام بس، وحتى هو خارج راح موت على دماغه وبايظ، قال لها يا ترى لو شاش ديت تتقابل تاني، لو ما تقابلناش انت الدكتورة ملك محمود،
بنشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا. وبشكر القوات المسلحه برضو، على طول بيجونا وبيسالوا علينا، الناس محترمه والله، بيعملوا احسن منك. كان نفسي اشوف بابا بس ما شفتوش. كل سنه وانت طيب يا ريس، بشكرك انك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فاكرنا ومش بينسانا في اي مناسبه، حتى اول يوم مدرسه دايما بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبه. طبعا شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جدا بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا. انا بشكرك يا سعاده الرئيس الهديه اللي انت جبتها لنا النهارده. اسم احمد يشرف في اي مكان يعني، حقيقي احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر يعني احنا عايشين على ده. حابه اشكر سياده الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال، شوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها يعني. فخوره بابي عشان بيحارب كل الاشرار. بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكاية غاب، في مليون بطل بيتولد هيبنوا لمصر صرح الأمان. فتحية وجبة لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايلة جميل ولادها، لأن مصر ما بتنساش شهيد.